بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحتفل أكاديمية الشرطة اليوم وتشاركها مصر قائداً وشعباً بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، ندفع بهم في شريان الأمة كدماء جديدة تجيش في صدورهم مشاعر الوطنية والتضحية لخدمة وطنهم الأبي، معلنين بجلاء وحزم أنه لا تفريط في حق للوطن أو سلامة أبنائه أو مسيرة تقدمه. تلك المسيرة التي وصلتموها سيادة الرئيس على أرض مصر، وأعطيتموها وما زلتم سنوات من الجهد والإصرار والمثابرة لتتبوأ مصر مكانتها اللائقة والمرموقة بين الأمم. الحفل الكريم، نستهل احتفالنا اليوم بكلمة ترحيب للسيد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إنها لحظات فارقة تلك التي يجني فيها المجتهدون ثمار جهدهم ليأتي النجاح بعد الكفاح، في يوم يسجل عيدا سنويا لأكاديمية الشرطة تحرصون فيه سيادتكم على أن تشاركوا أبنائكم من الضباط الجدد فرحة تخرجهم، فتتدفق فيه مشاعر وطنية من شباب أعد بحرص وعناية على مبادئ العمل الوطني، فأصبحوا جندا وفيا لمصر وشعبها، عازمين على تضحيق التضحيات فداء للوطن، فخورين بحمل الأمانة وشرف الرسالة. فأهلا ومرحبا بكم سيادة الرئيس في رحاب أكاديمية الشرطة بين أبنائك الخريجين. الحفل الكريم، في ظل هذه المناسبة السعيدة فإنني أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير للسيد محمود توفيق وزير الداخلية الذي يقود مسيرة الأمن في حقبة هامة من تاريخ الوطن، فلقد قدم سيادته كل الدعم والمساندة للأكاديمية مما مكنها من المضي قدما لتشهد ارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية والتدريبية والبحثية، وبما يكفل لها إعداد رجل شرطة قادر على التفاعل مع تحديات المرحلة الراهنة. السيدات والسادة، لقد تبنت الأكاديمية استراتيجية تضمن لها تحقيق ما تصبو إليه من الإتقان في أداء العمل الأمني، ويأتي هذا العام شاهدا على ملامحها، حيث تم تقسيم طلبة الفرقتين النهائيتين وفقا لمعايير موضعية ومحددة إلى مجالات الأمن العام والأمن المركزي والمرور والحماية المدنية، وتم وضع الأطر الحاكمة لمناهجها النظرية والعملية. وحتى يؤتي هذا التصنيف ثماره جاءت أهمية التدريب الذي يحاكي الواقع العملي، فتم إنشاء ميدان القتال التكتيكي وميدان الحماية المدنية، فضلاً عن ميدان التدريب الفني الأمني الذي يضم قسمي شرطة تدريبيين ومسرحين للجريمة وآخر للمفرقعات، بالإضافة إلى القرية المرورية للتدريب على أعمال المرور الفنية والإدارية. كنا في سباقاً مع الزمن لإحداث نقلة نوعية وطفرة فنية في مجال التدريب لإعداد رجل أمن يمتلك مقومات التميز زاده الانضباط والعزة ومحركه العزم والهمة. الحفل الكريم، اتساقاً مع ما يفرضه الواقع الأمني من ضرورة تبادل الخبرات، تم اعتماد التدريب المشترك بين طلبة كلية الشرطة والكلية الحربية حتى يتحقق التناغم المطلوب بين طلبة الكليتين ليقف سوياً جنباً إلى جنباً في خندق واحد لاقتلاع جذور الإرهاب. وترجمة لهذا التعاون، يسجل التاريخ في صفحاته مشاركة طلبة الكلية الحربية احتفال طلبة كلية الشرطة بيوم تخرجهم. كما شهد هذا العام قبول دفعة من الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق بكلية الشرطة، ترونهم اليوم يشاركون زملائهم في حضور حفل تخرجهم. ولما كان العلم هو خير داعما لمنظومة الأمن، فقد تم تمكين الملتحقين بالنظام المستحدث من استكمال دراستهم العليا خلال فترة إعدادهم بالكلية والالتحاق بمرحلة الدبلومات للحصول على درجة الماجستير في القانون.
فضلا عن تلقيهم لبرنامجا مكثفا في تعليم اللغات الأجنبية بالتنسيق مع الجامعات المتخصصة في هذا الشأن. السادة الحضور، إنه يوم من تقر به العيون وتنشرح له الصدور ويتجدد فيه المعنى الحقيقي لتواصل الأجيال. إنه يوم خريج كلية الشرطة، صفوة شباب الأمة، خيرة جندها وصمام أمنها، حيث نحتفل بتخريج 1200 واحد من طلبة كلية الشرطة، من بينهم 21 طالبا وافدا من دولة فلسطين الشقيقة بنسبة نجاح بلغت 95.5%، فضلا عن تخريج 106 ضابطا ممن حصلوا على الدبلومات الشرطية التي تمنحها كلية الدراسات العليا بالأكاديمية، منهم 21 ضابطا من دول الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وفلسطين بنسبة نجاح بلغت 78.5%. كما قامت كلية التدريب والتنمية خلال العام التدريبي الحالي بتدريب عدد 12391 ضابطا في جميع تخصصات العمل الأمني النظرية والتطبيقية، واطلع مركز بحوث الشرطة بتدريب عدد 709 من الكوادر الأمنية بالدول الأفريقية يمثلون عدد 44 دولة أفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. كما بذلت الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة جهودا غير مسبوقة في مجالات تأمين المنشآت الحيوية والكشف عن المفرقعات وضبط قضايا المخدرات. أبنائي الخريجين، إنني أقف بينكم اليوم مهنئا بشرف تحمل المسؤولية، ومؤكدا بأن الأكاديمية قد أولت كل اهتمامها وعنايتها في سبيل إعدادكم وتأهلكم. فامضوا في سبيل الحق مصلحين بالإيمان ومزودين بالعلم والمعرفة، ولا تنسوا من أفاض ما أفاض به إخوانكم الذين ضحوا بأنفسهم، فيهم رجال صدقوا عليه ما عهد الله عليه وسطروا بعظيم أعمالهم مسيرة عطاء جادت ثمارها عطاء وتضحية. الحفل الكريم لا يسعني في هذا المناسبة إلا أن أتوجه بتحية إجلال وتقدير لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة التي قدمت كل العون للأكاديمية، وفي مقدمتها قواتنا المسلحة الباسلة وكافة الكليات العسكرية وقضاء مصر الشامخ ووزارة الخارجية، رمز الدبلوماسية العريقة، وأجهزة ووسائل الإعلام المختلفة والجامعات المصرية، وكذلك كافة أجهزة وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة. وكل الشكر والتقدير للسادة رؤساء الأكاديمية السابقين والقيادات والضباط والأفراد والعاملين المدنيين والمجندين بالأكاديمية لجهودهم المخلصة في أداء رسالتهم النبيلة. سيادة الرئيس، حفظكم الله لمصرنا الحبيبة ولشعبها العظيم، ووفقكم إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وسدد على طريق الحق خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدية تذكارية. تتمثل الهدية في نموذج مجسم لمبنى وزارة الداخلية يحيط به علم مصر، وبداخله النجمة التي تعبر عن رتبة الملازم يتوسطها شعار أكاديمية الشرطة، ويعلو المجسم طائر النسر شعار وزارة الداخلية. ضيوفنا الأجلاء، نبدأ احتفالنا اليوم بالعروض الرياضية. من يميني ويسار المنصة يتقدم نحو ساحة العرض كوكبة من طلبة السنتين الثانية والثالثة، مستقلين دراجاتهم الهوائية في تشكيل منتظم، يتقدمون جنبا إلى جنب تغمرهم روح التعاون والانضباط، ليشاركوا زملائهم الخريجين يوم تخرجهم. وقد لاقت تلك الرياضة قبولاً واسعاً لدى الطلبة، فهي من الرياضات التي تساعد على تحسين جميع وظائف الجسم وتقوية عضلات القلب والدورة الدموية وزيادة النشاط والحيوية ورفع الروح المعنوية، كما تساعد على الحفاظ على اللياقة البدنية. وتستخدم الدراجات الهوائية في العديد من الدول المتقدمة في الدوريات الأمنية، وحققت نجاحاً في توفير التواجد الأمني خاصة في المناطق الضيقة التي يصعب وصول السيارات إليها، كما يصفها الاتحاد العالمي للرياضات بأنها صديقة البيئة. الحفل الكريم.
مع عرض القوة البدنية والدفاع عن النفس. يشق ساحة العرض الآن كوكبة من طلبة السنة الأولى والثانية، يتدفقون كسيل عرم في قوة هادرة لتقديم مجموعة متقدمة من التمرينات الرياضية التي تحتاج إلى مستوى راق من التدريب. تمرينات الإحماء. تجهيز عضلات الجسم لتدريبات القوة البدنية. طعنات بالساقين لتقوية عضلات القدمين، وهو من التمارين الأساسية لإعداد طالب كلية الشرطة. يؤدي الطلبة تشكيلاً حركي يعكس قدرتهم على التحرك المحسوب لأداء تمرينات مركبة. تمرين الضغط بصورة متقدمة بدفع الأرض والارتقاء إلى أعلى نقطة بمساعدة الزميل. تمرين البطن من وضع التعلق، وهو أقوى تدريب لعضلات البطن يؤديه الطلبة بقوة ومهارة. تدريبات مركبة تتسم بالقوة والمرونة لتقوية عضلات الساقين والبطن. يقوم الطلبة بتكوين تشكيلات منتظمة تمهيداً لبيانات رياضية متقدمة. تمرين مركب بحمل الزميل يعكس قوة عضلات الذراعين والساقين والتناغم في الأداء الجماعي. تمرين رباعي لتقوية عضلات الجسم. يشكل كل 12 طالباً صورة مبتكرة لتدريبات الضغط بتحميل الساقين على ظهر الزميل. هكذا جسد الطلبة التدرج المنهجي للياقة البدنية والتي تساعد على أداء المهام بكفاءة واقتدار. الحفل الكريم، نشاهد كوكبة من طلبة الكلية وهم يقدمون عرضاً لمجموعة من مهارات استخدام اليد الخالية والقدم للدفاع عن النفس.
هكذا استعرض الطلبة بعض المهارات التي يتم الاستعانة بها حال التعامل مع الأشقياء والخارجين عن القانون. ومن يميني ويسار المنصة، وفي مشهد ينطق بالقوة والحيوية، نشاهد مجموعة من طلبة الكلية، من بينهم الطلبة الملحقون حديثاً بالكلية الحاصلون على ليسانس الحقوق، تنطق ملامحهم بالحزم والجدية والإرادة القوية، وهم يتقدمون بأجهزتهم الرياضية ليؤدوا تدريبات القوة البدنية على أجهزة المتوازي والعقلة، والتي تعكس مدى بأسهم وصلابة عزمهم وعظيم إصرارهم على خدمة أمن وطنهم. تضع كلية الشرطة تدريبات القوة البدنية في طليعة الاهتمام لتأثيرها المباشر على كفاءة الطلبة. وفي مواجهة المنصة وأعلى الحافلة، نشاهد الطلبة وهم يؤدون تمرينات بالأجهزة الرياضية التي تساعد على زيادة قوتهم البدنية، كما نشاهد مجموعة أخرى من الطلبة على أجهزة المتوازي والعقلة والأجهزة الدائرية يقدمون نموذجاً من التدريبات التي تعكس قدرتهم البدنية على تحدي الصعاب والاستعداد لأي مأمورية. ونرى الطلبة يقومون بالتحرك المعلق بالأيدي على أجهزة العقلة، مما يؤكد على قوة تحملهم، ونراهم يؤدون تمرين الضغط على أجهزة المتوازي. نربي فيهم عزماً قوياً على تحمل الصعاب واجتياز الأزمات. الحضور الأجلاء مع عرض المهارات الخاصة. يتقدم من أسفل يمين ويسار المنصة صوب المسطح الأخضر مجموعة من طلبة الكلية مرددين صيحات تبعث على القوة والعزيمة ليستعرضوا مهارات استخدام السلاح الأبيض. وعلى يسار المنصة كوكبة من الطلبة الملحقين حديثاً بالكلية الحاصلين على ليسانس الحقوق، الذين وصلوا إلى مستوى راق من التدريب إلى جوار زملائهم من طلبة الكلية المتواجدين على يمين المنصة، يقدمون عرضاً لبعض الضربات والطعنات بالسيف. يقدم الطلبة الكاتا القتالية المستوحاة من رياضة الكاراتيه، والتي تهدف إلى تنمية مهارات القتال المتلاحم لديهم وشل حركة الخصم والسيطرة عليه. وفي منتصف البساط الأخضر يقود الطلبة الملازم الحاصل على بطولة العالم في رياضة الكاراتيه عام 2015، يستعرضون مجموعة من الحركات التي تتسم بالسرعة والقوة في الدفاع عن النفس. جدير بالذكر أن تلك التدريبات تعد تنفيذاً عملياً لبعض حركات الكاراتيه، ويؤدي فيها الطلبة مجموعة من الضربات التي تحتاج إلى القوة والمرونة لرفع الخصم وطرحه أرضاً للسيطرة عليه. والآن مع الاشتباك الحر. على المسطح الأخضر نشاهد نخبة من الطلبة يؤدون محاكاة فعلية للقتال الحر، ويستخدم فيها الطلبة أساليب الدفاع عن النفس لدرء الخطر والسيطرة على الخصم.
نوجه عناية السادة الحضور إلى وجود محدثات صوت أثناء البيانات القادمة. ضيوفنا الأعزاء، مع عرض الكفاءة القتالية وميدان الجبال، نشاهد في قلب ساحة العرض مجموعة من الحافلات وعليهم أبطال من طلبة كلية الشرطة الأشداء، ومن بينهم الطلبة الملحقون حديثاً بالكلية الحاصلون على ليسانس الحقوق الذين اعتنوا ببناء أجسادهم فازدادت قوة وصلابة. وفي المواجهة على الأبراج تتوالى موجات النزول السريع بالحبال، مستخدمين الأوضاع المختلفة كالدودة والفراشة والهرنس، وهي من التدريبات التي تساعد على إتقان الوصول إلى الأهداف. وبالمطارق الحديدية يبعثون برسالة قوية أنهم سيضربون بيد من حديد على أيدي كل من تسول له نفسه أن يعبث بأمن مصر. وفي المواجهة مجموعة من الأبطال الأشداء يقومون بالقفز من أعلى الموانع المتحركة والمشتعلة بالنيران من أوضاع مختلفة. ومن يمين المنصة حافلتان، ويقدم الطلبة عرضاً يبرزون فيه ثمار إعداد رجل العمليات القتالية ذو القدرات الخاصة. وفي عمق ساحة العرض نشاهد حافلتين يظهر الطلب عليهما فنون استخدام الحبال والتسلق الحر عليها. وعلى اليسار نشاهد مجموعة يقدم الطلبة مشهداً لتمرينات الضغط والبطن بأوضاع مبتكرة. وفي المواجهة على الأبراج تتوالى موجات النزول السريع بالحبال. وفي قلب ساحة العرض وفي موجات رباعية متتالية قفز الطلبة من داخل حلقات النيران المشتعلة. وفي المواجهة على الشباك سطر الطلبة بأقسادهم على اليمين كلية الشرطة، وعلى اليسار دفعة 2019. إنهم رجال تنبض قلوبهم بمعاني العزيمة وقوة الشكيمة لفرض الأمن والطمأنينة، وقد قدموا مشهداً مهيباً يبعث الطمأنينة في نفوس المصريين، حيث يسهر على أمنهم رجال بالحق والعدل مؤمنين. الحفل الكريم مع عروض رياضة الباركور. في إطار تطوير المنظومة التدريبية بكلية الشرطة، تم تطويع رياضة الباركور لاستخدامها في العمل الأمني. لما لهذه الرياضة من قدرات خاصة يمكن بها الانتقال من مكان لآخر في أسرع وقت وبأقل جهد. ونشاهد في منتصف ساحة العرض مجسماً لمبنى سكني يؤدي الطلبة عليه مشهداً يجسد بوضوح الاستفادة من تطويع رياضة الباركور في أعمال الهجوم على أوكار الأشقياء، حيث يستعرض الطلبة بمهارة عالية فنون تلك الرياضة في اقتحام المبنى من أسفل لأعلى، مستخدمين الحبال للتسلق عليها وتنفيذ الاقتحام. كما يستعرض الطلبة استخدام فنون تلك الرياضة من خلال القفز والتسلق على الحائط كوسيلة أخرى من وسائل اقتحام المساكن التي تأوي الخارجين عن القانون. وتهدف رياضة الباركور فرنسية الأصل إلى الانتقال من نقطة لأخرى بأقل جهد وفي أسرع وقت. كما يستعرض الطلبة كيفية التسلق على جدران المبنى بمهارة عالية وبمساعدة الزميل. ونرى كوكبة من الطلبة يؤدون قفزات هوائية خلفية متتابعة من شرفة المسكن، وهي قفزات هوائية من ارتفاع 6 أمتار تجسد احترافية متفردة في أداء الحركات، وتتطلب قدراً كبيراً من الحرص والدقة. جدير بالذكر أن الكلية تعمل على زيادة عدد فريق رياضة الباركور سنوياً بهدف تأصيل تلك الرياضة واستخدامها في العمل الأمني. القفز من أعلى أنصال السيوف. وفي المواجهة المنصة نرى كوكبة من الطلبة يؤدون تدريبات متتابعة في آن واحد بالصعود من أعلى مانع متدرج ثم القفز من أعلى السيوف. يبرهن الطلبة على الشجاعة والقوة. القفز من أعلى مانع متدرج ثم من أعلى سيفين مشهرين. مهارة في الأداء وشجاعة في التنفيذ. وتتصاعد درجة الخطورة. القفز من أعلى مانع متدرج ثم من أعلى أنصال السيوف.
إنهم رجال لا يعرفون المحال، وتبلغ الجسامة مداها. القفز من أعلى المانع، ثم من أعلى ستة طلاب شاهرين أنصال السيوف. رجال لا يهابون الموت ولا ترهبهم الأهوال. السادة الحضور الكرام، مع السقطات الهوائية متدرجة الصعوبة، يتقدم من أسفل يمين ويسار المنصة مجموعات من طلبة الكلية يحملون حواجز مسمارية لاستعراض اجتياز الموانع الخطرة متدرجة الصعوبة. الموجة الأولى، يظهر الطلبة مهارتهم التدريبية. القفز المزدوج من أعلى مانع يمثله ثمانية طلاب رافع الحواجز المسمارية. تحد للصعاب بقلب لا يهاب. الموجة الثانية، وتزداد درجة الصعوبة. يتقدم طالبان الأول من الحاصلين على ليسانس الحقوق والثاني من السنة الأولى للقفز المزدوج من أعلى المانع بسقطة أمامية مع الدوران حول محور الجسم. رجال أشداء تربوا على التضحية والفداء. الموجة الثالثة، وتتنامى درجة الخطورة. اجتياز مانع يمثله 12 طالباً رافع الحواجز المسمارية. إصرار وعزيمة على تحقيق الهدف. الموجة الرابعة، ويزداد الأمر جسامة وتتصاعد درجة الصعوبة. القفز من أعلى مانع يمثله 16 طالباً رافع الحواجز المسمارية. إنهم حقاً أبناء هذا الصرح، مصنع الرجال وعرين الأبطال. الموجة الخامسة، وتبلغ القلوب الحناجر، وتصل درجة الخطورة ذروتها ومنتهاها. القفز من أعلى 28 طالباً حامل الحواجز المسمارية وأنصال السيوف. إنهم حقاً أسود يقهرون كل السدود. في عزة وكرامة يرفع علم مصر فوق الهامة. الحفل الكريم في ضوء التحديات والمخاطر المحدقة بالوطن، وضعت كلية الشرطة والكلية الحربية التدريب المشترك بينهما في طليعة الاهتمام، بهدف توحيد المفاهيم التدريبية وتبادل الخبرات للتصدي لمخاطر الإرهاب. وتجسيداً للتعاون المشترك، يظهر في ساحة العرض الآن أحد المنازل الذي اتخذته العناصر الإرهابية وكراً لها. وتتقدم طلبة كلية الشرطة تخصص الأمن المركزي وزملائهم الحاصلين على ليسانس الحقوق إلى جوار رفقاء الضرب من طلبة الكلية الحربية لمهاجمة الوكر وضبط العناصر الإرهابية المختبئة فيه. ونشاهد القوات وقد تحركت مجموعات الحصار والقطع والعزل من الجيش والشرطة، وقاموا بعمليات الإنزال من مدرعات الفهد لإحكام الحصار وقطع الإمدادات عن العناصر الإرهابية الخطرة. كما قامت المدرعات بإنزال عناصر القوة المرتدية وسائل التمويه المناسبة. ونشاهد من اليسار وصول مجموعات الاقتحام المدعومة بسيارات الدفع الرباعي والميدز كاملة التدريع، وهي تتقدم صوب المسكن المراد اقتحامه لتنفيذ عملية الهجوم، وترافقهم سيارة التعامل مع المفرقعات. اتخذت مركبات القوات أماكنها استعداداً لبدء المداهمة. تتقدم مجموعات الاقتحام من طلبة كلية الشرطة والكلية الحربية
مستخدمين وسائل الاقتراب الخفي المسطور، ويرافقهم الكلاب البوليسية المدربة على الهجوم والقبض على الأشقياء. يتم اقتحام المبنى من الجهة اليسرى باستخدام السلم والروافع الخفيفة، وتحتل القوات قمة المنزل للسيطرة وعدم منح فرصة لهروب المطلوبين. تتولى المدرعات تمشيط الظهير الصحراوي، وتتوالى عملية اقتحام المسكن. اقتحام الكلاب البوليسية في المقدمة بهدف تقليل خسائر القوات، ولكونها تحقق عنصر المفاجأة والرهبة في نفوس الأشقياء، تمكنت الكلاب البوليسية من شل حركة أحد الإرهابيين، وتقوم القوات بالسيطرة عليه واستكمال المداهمة وتمشيط المسكن. ونشاهد أحد الإرهابيين وقد حاول الهرب، بينما تمكنت القوات من القضاء عليه، وتبين ارتدائه حزاماً ناسفاً لإحداث خسائر بالقوات. يتقدم الآن طالبان من طلبة تخصص الحماية المدنية والمفرقعات، يرتديان البدلة الواقية من آثار الانفجار، ومع الأول الذراع التلسكوبي، ومع الآخر مدفع المياه للتعامل مع الحزام الناسف. تجدر الإشارة إلى أن طلبة الكلية يحصلون على الفرق الأساسية والمتقدمة في الإطفاء والكشف والتعامل مع المفرقعات. يجري التعامل بحذر شديد مع الحزام الناسف. كما نرى، تم نزع الحزام الناسف بواسطة الذراع التلسكوبي، ونشاهد الآن توجيه مدفع المياه لمصدر الطاقة بالحزام الناسف استعداداً للتعامل معه من غرفة التحكم عن بعد. يقوم طالب الحماية المدنية والمفرقعات بإخلاء المنطقة بتحركات فنية مدروسة لتحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية لنفسه والقوات. سوف يصدر قائد الفريق 3 تنبيهات صوتية متفق عليها دولياً، Fire in the hole، للتحذير النهائي لاحتمال حدوث انفجار. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! سوف نستمع الآن إلى صوت انفجار يعبر عن تشتيت العبوة وإبطالها. يتقدم الآن الطالب للتأكد من تشتيت العبوة. ويعطي التمام بانتهاء العملية وتأمين العبوة. نوجه عناية السادة الحضور إلى وجود محدثات صوت أثناء البيانات القادمة. أثناء التعامل تعرضت المأمورية لهجوم مضاد من عناصر إرهابية. عمليات جموع عناصر إرهابية على عربيات وسط النقل ومعاهم سلاح تقيل، بيحاولوا اقتحام خط الترشيد والحصار. العناصر دعم بسرعة. فهد 1 تم الاستباد. فهد 2 والانتقال على أرض السرعة على المنطقة. فهد 1 والإفادة عقب الوصول. عمليات المتحدث فهد 2 وتمام استقبال وجهة التواجد ومنصات التعامل. فهد 1 اقفل عليك المزرعة وتعامل من داخل المزرعة. عمليات ودمان استقبال. عمليات المتحدث فهد 2 وتمام الوصول وجهة التعامل على رواق الآلة. جميع القوات التعامل من داخل المدرعات. أهو الطبق المعاونة كاسس قذائفك في اتجاه الضرب. فهد 1 كاسس في اتجاه الضرب. كاسس في اتجاه الضرب. عمليات المتحدث فهد 1 وتمام استقبال. قائد المعاونة واضرب في اتجاه الضرب. كاسس قذائفك في اتجاه الضرب. عمليات وتم القضاء على جميع العناصر الإرهابية وبيتم تنشيط المنطقة الجبلية الآن. تمام مع الشكر والإفادة عقب الانتهاء من التنشيط. تمكنت القوات من القضاء على العناصر الإرهابية بالكامل، مما يعكس مستوى تدريب الطلبة على كيفية التعامل مع أهداف متحركة
من داخل المدرعات. يتم اقتياد العناصر الإرهابية، وتقوم المدرعات بسحب القوات وتنفيذ الإخلاء المؤمن على النحو الذي تم تنفيذه بالتدريب المشترك مع الكلية الحربية. دمت يا مصر حصناً يحتمي فيه الوجود، ورجال الأمن خلفك تمنحك الصمود، عزم الحديد بصبرهم وبصدرهم قلب الأسود. ضيوفنا الكرام، في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم خدمات أمنية تتسم بالجودة وتلبي طموحات المواطنين في جهاز الأمن بالدولة، سعت كلية الشرطة ولأول مرة نحو تطبيق التخصص الوظيفي في العمل الأمني وصولاً لاحترافية الأداء، حيث يتم تصنيف الطلبة إلى تخصصات الأمن العام، الأمن المركزي، المرور، والحماية المدنية وفق معايير موضوعية. ولرفع مستوى الأداء يستعان بالخبراء في التخصصات سالفة البيان. ولمحاكاة الواقع العملي أنشأت الكلية العديد من الميادين التدريبية المتقدمة. نشاهد أمام المنصة مجسماً لأحد أقسام الشرطة بمكوناته الرئيسية، حيث أنشأت الكلية المدينة التدريبية التي تضم قسمي شرطة تدريبيين. وعلى شاشات العرض تشاهدون ما تم تدريب الطلبة عليه طوال العام الدراسي. ويتم تدريب الطلبة على أعمال الأمن العام بما يتوافق مع خطة تطوير الأقسام والمراكز من الناحية التكنولوجية، بإعداد حزمة من التطبيقات لميكنة دورة العمل تشمل قيد المحاضر والمضبوطات وكافة الأعمال الإدارية. ويستمع ضابط وحدة حقوق الإنسان المتواجد بكافة الأقسام والمراكز لأحد المواطنين، ويقوم بإنهاء خدمته بيسر وسهولة. نرسخ في أذهان أبنائنا احترام الكرامة الإنسانية. ويأتي المجثم الثاني لمسرح جريمة، عبارة عن شقة سكنية ارتكب بداخلها جريمة قتل مرتبطة بسرقة. ونشاهد طلبة تخصص الأمن العام يقدمون بياناً عملياً لكيفية التعامل مع مسرح الجريمة، وعمل كردون لمنع العبث بمحتوياته وجمع الأدلة والآثار المادية والبيولوجية دون إتلافها. وعلى شاشات العرض ما تم تدريب الطلبة عليه طوال العام الدراسي. ونرى طالباً يقوم برفع بصمة غير مرئية من على كوب زجاجي، وطالب آخر يقوم بمناظرة السكين المستخدم في الحادث. وقد أنشأت الكلية مسرحين للجريمة، الأول لشقة سكنية والآخر لشارع تجاري. نرفع مهارة الأبناء لمواجهة الجريمة وتحقيق الأمن والأمان. ويتقدم المجسم الخاص بتخصص الأمن المركزي، ونشاهد عليه الطلبة يؤدون نموذجاً من التحرك التكتيكي بالسلاح أثناء المداهمات. وعلى شاشات العرض نشاهد ما تم تدريب الطلبة عليه أثناء العام الدراسي، حيث يتم تدريب الطلبة على المدرعات وكيفية استخدام الأسلحة والأدوات المزودة بها، وعلى قواعد الاقتحام المؤمن للمغارات والأوكار الإرهابية، ونقاط التفتيش الأمنية والتمركزات وأعمال فض الشغب. ولمحاكاة الواقع بسيناء ومناطق المواجهات أنشأت الكلية ميدان القتال التكتيكي، والقرية العشوائية، وميدان التحدي. نعد الرجال لمهام جسامة. كما نشاهد المجسم الرابع لمجمع تراخيص نموذجي، ويشير الطالب إلى جهاز السيميليتور الذي يحاكي قيادة السيارة، حيث يتم تدريب المواطن على القيادة في ظل الأجواء المختلفة. ويظهر على شاشات العرض ما تم تدريب الطلبة عليه بالعام الدراسي. أيضاً جهاز PDA الذي يتم من خلاله الاستعلام الأمني عن السيارة وإصدار إيصالات السحب المميكنة. وحرصاً من وزارة الداخلية على ضبط الأداء الأمني،
أصبح رجل المرور مزوداً بكاميرا مثبتة على كتفه تسجل كافة التعاملات مع الجمهور. كثير بالذكر أن الكلية أنشأت قرية مرورية ومجمع تراخيص نموذجي لتدريب الطلبة عليه. جهود صادقة لتقديم خدمة متميزة للمواطنين. ويتقدم المجسم الخاص بالحماية المدنية، حيث نشاهد عليه أهم الأجهزة التي تستخدم في التعامل مع المفرقعات. ويظهر أمامنا العربة الآلية ومثبت بها مدفع مياه عديم الارتداد، وهو أحدث المعدات المتواجدة على مستوى العالم. ونشاهد على شاشات العرض ما تم تدريب طلبة التخصص عليه أثناء العام الدراسي، ويقدم الطلبة نموذجاً مما دربوا عليه لكيفية تجميع العبوات الناسفة للوقوف على التقنيات العدائية المستخدمة وتحديد مركز الانفجار وكمية المادة المستخدمة في التفجير من خلال المعادلة الحسابية التي يشير إليها الطالب. ويحصل طلب التخصص الحماية المدنية على فرق متقدمة في الإطفاء والتعامل مع المفرقعات. وقد أنشأت الكلية مسرحاً لجرائم المفرقعات بميدان التدريب الفني. رجال يبذلون حياتهم من أجل أمن وطنهم. ضيوفنا الكرام، إيماناً من كلية الشرطة بأهمية التدريب الأمني لرفع معدلات الأداء، فقد وضعت نصب أعينها حتمية إعداد جيل جديد من الأبناء يثق في قدراته ويركن إلى إمكاناته ليرفع لواء الحق في وجه كل عابث بمقدرات هذا الوطن. ضيوفنا الكرام، مع العرض العسكري للخريجين الجدد. السادة أولياء أمور الخريجين، أربعة أعوام مضت وكأنها ساعة من نهار منذ أن وطأت أقدام أبنائكم أرض هذا الصرح الأمني الشامخ. وها هي اللحظة المشهودة التي لطالما انتظرتموها لتشاهدوا فلذات أكبادكم وهم يتأهبون لحمل مسؤولية أمن وطنهم. تزدان ساحة العرض الآن بصفوة من شباب الأمة في موكب عظيم لهؤلاء الأبناء الذين تفيض نفوسهم وقلوبهم حباً لمصر. إنهم شباب مصر، أمل الحاضر والمستقبل، الذين عاهدوا الله بأرواحهم ودمائهم أن يحملوا الأمانة ليؤدوا واجبهم الوطني المقدس في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها. إن التضحية والفداء وروح التعاون والانضباط إنما هي قيم ومبادئ يتم غرسها في طلبة كلية الشرطة، منارة العلم والخلق والانضباط. شباب تربى على حب الوطن وعشق ترابه وحماية أمنه بصواعد قوية وقلوب فتية ونفوس أبية. إنها سواعد لرجال عقدوا العزم على أن يقدموا كل غال وثمين لمصر العزة والكرامة. إن أبناءكم الخريجين هم صفوة شباب الأمة الذين اختاروا أقدس الرسالات وأشرف الأعمال وأطهرها لتكون طريق عمل ونهج حياة.
يتقدم الآن قائد طابور العرض للاستئذان في بدء مراسم التخرج. تمام يا فندم طابور الخريجين، أستأذن ببدء العرض. تفضل يا فندم. طابور الخريجين يستعد للمرور بالاستعراض في هيئة كل طريق بمسافة 10 خطوات بين المجموعات للمد طر. بخطوات قوية ثابتة وثقة في النفس عالية، يمر الآن من أمامنا فلذات أكباد هذا الوطن، وقد ساغت في أجسادها تشكيلات للمرور من أمامكم. ويتقدم الخريجين الجدد، كوكبة من أبنائكم، حملة الأعلام، رافعي جبين الوطن، بأيد تعرف كيف تحمل المهام الجسام، ويقين بأن العلم رمز لكيان الوطن، وأن كرامة بلدهم مرهونة ببقاء علمها مرفوعا على نواصي أبنائها. وتظهر في الأفق الآن أعلام الدول العربية والإفريقية الشقيقة التي يدرس طلابها في الأكاديمية، وهي أعلام فلسطين، الصومال، شاد، ومن خلفهم علم الشرطة عزيزاً شامخاً، وإلى جواره نرى علمي أكاديمية وكلية الشرطة، ويعانقهما علم الكلية الحربية، رمز النضال والعطاء. ها هو علم مصر الحبيبة يرفرف عالياً خفاقاً، فتنبض معه القلوب وتتابعه العيون مسهوة بالسواعد التي تحمله. فلنقف جميعا تحية للعلم. طابور خريجي لنا أصدر. دمت يا مصر، دمت يا أعز الأوطان، ودامت أعلامك ترفرف تزهو وتسمو عالية خفاقة في عنان السماء. للأمام أصدر. يتفضل السادة الحضور بالجلوس الآن. ويمر أمام المنصة الآن رفقاء الدرب من طلبة الكلية الحربية، رمز البطولة والفداء، يشاركون زملائهم طلبة كلية الشرطة حفل تخرجهم، يجمعهم انتماء رسخته مسيرة حافلة بالبذل والعطاء. وأمام المنصة الآن يمر طلبة وطالبات القسم الخاص، خريجي الكليات المختلفة الذين طاقت أنفسهم لحياة الانضباط، فنالوا شرف الانضمام إلى كلية الشرطة،
قلعة البطولة والتضحية والفداء. إن نظرة واعية ومنصفة لهؤلاء الرجال الذين يمثلون خيرة شباب مصر لا تؤكد بحق ملامح القوة والعزيمة والفخر التي ترتسم على وجوههم المليئة بالأمل والقوة. سيروا أبناء الكنانة على ضرب العطاء، اضربوا أروع الأمثال في التضحية والفداء، اجعلوا أمن مصر بين أعينكم، أحيلوها واحة للأمن والأمان وقبلة لعشاقها من شعوب الأرض. امضوا يا خيرة شباب مصر، ثبتوا قواعد الأمن، زلزلوا جنبات الباطل، أسعدوا أبناء وطنكم الغالي بنعمة الأمن، احرموا المجرم من حصاد ثمرات جرمه، اجعلوا بفضل من الله مصر آمنة، ورحبوا بضيوفها قائلين ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. انطلقوا إلى غايتكم النبيلة، توجوا جبين الشرطة بمسيرة من النضال والعطاء، كونوا قوة يافعة ينبض قلبها حباً وولاءً للوطن، اجعلوا من قسم تخرجكم حقيقة واقعة ليصدر عن إيمان وصدق فتنطق به قلوبكم وتترجمه أعمالكم وتصرفاتكم. ها هم أبناؤكم يغدون أمامكم، لهم هامات ترتفع في إيباء وشمم، وقلوب تمتلئ بالإيمان، ونفوس تربت على مكارم الأخلاق، وأيد تعرف كيف تحمل المهام الكساب. فلتحيا مصر كريمة بأبنائها، عزيزة برجالاتها. Yeah.
حقا وطني ما أعظمك. بالروح نفديك يا وطن، بالدم سطر الشهداء المجد عبر الزمن. نفديك دوما مهما غلى الثمن. عشت شعبا عزيزا ونبعا للقيم، سطر الطلبة بأجسادهم على الشباك وفي ساحة العرض ما تنبض به قلوبهم. بالروح بالدم نفديك يا شعب مصر. إننا وإذ نستذكر بطولات رجال الشرطة في الماضي، فإننا نتوجه بأسمى عبارات التحية والتقدير والاحترام لبطولاتهم في الحاضر. فمع تغير طبيعة التحديات التي نواجهها، لم تتغير وطنية وصلابة وعزم رجال الشرطة. ومع تنامي ظاهرة الإرهاب البغيض، كان رجال الشرطة كعادتهم في الصفوف الأولى للمواجهة، بجانب إخوانهم البواسل من رجال القوات المسلحة، وخلفهم أجهزة الدولة ومؤسساتها، ممن يعملون في هدوء وصمت ليضربوا جميعاً المثل أن في مصر رجالاً قالوا على أنفسهم توفير الأمن والأمان للمصريين وحماية هذا الوطن والزود عنه. عاشت مصر حرة أبية على مر الزمن. ضيوفنا الكرام، تبدأ الآن مراسم تسليم وتسلم القيادة. أول الخريجين يسلم علم كلية الشرطة إلى أقدم طلبتها إيذاناً بتسليم قيادة الكلية إليه. كليتي وأن أحترم قواعدها، وأن أحترم قواعدها، وأن أكون وفيا لها، وأن أكون وفيا لها، وأن أمثلها تمثيلا صادقا، وأن أمثلها تمثيلا صادقا في الداخل والخارج، في الداخل والخارج. شعار كلية الشرطة. العلم علم نتطلع به إلى آفاق المستقبل. خلق، خلق قويم لا نحيد عنه أبدا. الوعاء،
واجب؟ واجب نبذل الروح في سبيل تأديته. تتجه الآن مجموعات القيادة إلى أماكنها الجديدة عقب انتقال قيادة طلبة كلية الشرطة من دفعة الخريجين إلى دفعة الطلبة المنقولين إلى السنة الرابعة، إيذاناً ببدء قيادة جديدة. يمين الولاء. صدق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على منح خريجي كلية الشرطة درجة الليسانس في القانون والشرطة مع تعيينهم برتبة ملازم تحت الاختبار، كما صدق سيادته على منح خريجي وخريجات قسم الضباط المتخصصين دبلوم علوم الشرطة مع تعيينهم برتبة ملازم أول تحت الاختبار بهيئة الشرطة. بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. صدق الله العظيم. الخريجون الجدد يؤدون اليمين خلف اللواء عادل كسبة كبير معلمي كلية الشرطة. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأرعى سلامة الوطن، وأؤدي واجبي بالذمة والصدق. تماما. مع تقليد الأنواط لأوائل الخريجين. تقديراً من السيد الرئيس لرجال حرصوا على أن يضربوا المثل والقدوة في آداء واجبهم بتفان وإخلاص ودقة وإتقان، وأصروا على أن يتبوأوا دوماً موقع الصدارة والتفرد بجهدهم وكفاحهم، فقد تفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالموافقة على منح أوائل الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الطبقة الثانية. أولاً كلية الشرطة. الأول ملازم تحت الاختبار عمرو رضا العمدة. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، صدق الله العظيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأسمى معاني وعبارات الترحيب، يسعدني وهيئة الشرطة تشريف سيادتكم والحضور الكريم لنشهد لحظات غالية في حياة نخبة من صفة شباب هذا الوطن، بعد أن اجتهدوا وثابروا طوال فترة دراستهم. تلك اللحظات التي يبدأون فيها أولى خطواتهم العملية، ويعكس هذا المشهد المتميز الذي يزخر بالمهارات والقدرات التدريبية منهج وزارة الداخلية في التسلح بأحدث الوسائل التكنولوجية، وإدراكها الواعي بأن التعليم والتدريب هما السبيل للارتقاء بالأداء وتنمية القدرات لتنفيذ المهام والتكليفات ومواجهة التحديات. ولقد اعتمدت منظومة التدريب الأمني بالوزارة على تطوير مفهوم التخصص الوظيفي وفقاً لمعايير موضوعية ومحددة تتسق مع المواصفات القياسية التي تتناسب مع عظم ومتطلبات الرسالة الأمنية. السيد الرئيس، السادة الحضور، لقد كان عطاء الشرطة وسيظل بعون الله متصلاً بمسيرة العمل الوطني، وإذا كان المستقبل يفرض علينا العمل الجاد لمواجهة احتمالاته، فإننا ندرك أنه لا مجال لتبديد الجهد والطاقة، بل يجب الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة لهيئة الشرطة للاستمرار في إنجاز برامج التطوير والتحديث في شتى مجالات العمل الأمني. ومن هذا المنطلق حرصت الوزارة على الأخذ بأحدث آليات وتقنيات العصر لتأسيس منظومة أمنية متطورة تكاملت فيها مقومات البنية التحتية وتطوير المنشآت الشرطية وترسيخ الالتزام بالقانون وتحقيق المزيد من التلاحم مع المواطنين والحرص على تحديث مظاهر التواجد الشرطي الفعال بالشارع المصري وتيسير الخدمات الأمنية الجماهيرية وتكريس الدور المجتمعي للشرطة مع الارتقاء بكفاءة العنصر البشري. وهكذا مثلت المنظومة الأمنية المصرية كعهدها رصيداً أمنياً لكافة الأجهزة الشرطية بالدول الصديقة والشقيقة على كافة المستويات الدولية والإقليمية. السيدات والسادة، الجمع الكريم، يواصل رجال الشرطة العمل ليل نهار ويبذلون كل التضحيات في التصدي لمحاولات النيل من مسيرتنا الوطنية، متسلحين بقوة القانون، عقيدتهم الراسخة أنه لا بقاء لمفسد على أرض مصر وإن الموت في سبيل الوطن حياة، يقفون إلى جانب رفقاء الضرب بقواتنا المسلحة الباسلة في خندق واحد لمواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة. ويحرص أبناؤكم في جهاز الشرطة على المواجهة الحاسمة للمؤامرات والدسائس، ويمضون باليقظة والحزم لإجهاض المحاولات التي لا تنتهي لزرع الفتن ونشر الشائعات. تلك المحاولات التي تهدف إلى زعزعة استقرار هذا الوطن وتحظى بدعم خارجي تقف وراءه أجهزة ودول ومنظمات تعتمد في تنفيذ مخططاتها الإجرامية على توظيف عناصر فاسدة داخل البلاد، نقف لهم بالمرصاد لتعلو مصر دائماً فوق معاوب للهدم الإرهابية. السادة الحضور، أتوجه بتحية تقدير وامتنان إلى قواتنا المسلحة الباسلة الذين يواصلون الجهد والعطاء في ميادين الفداء والبناء. وبكل التقدير أتوجه لأرواح شهدائنا الأبرار، لأبنائنا مصابي الواجب الذين سطروا بتضحياتهم أروع البطولات
والذين لولا دمائهم الطاهرة التي سالت على أرض الوطن لما كان هذا الاستقرار والأمن الذي يظلل مسيرتنا الوطنية. واليوم ونحن نشهد ونبارك أولى خطوات الخريجين وهم أشداء العزم حريصون على العطاء، نسترجع بهم خطوات أجيال سبقتهم على طريق الفداء ونرى في وجوههم إنجازات الحاضر ومعطياته، ونرصد في شعاع بصيرتهم آمال الغد بتحدياته وتطلعاته. يسعدني أن أتقدم بالتهنئة لأسرهم الذين طالموا دعموا مسيرتهم وباتوا ينتظرون يوم تخرجهم. أبنائي الخريجين، إني على يقين أنكم تؤمنون بأن واجبكم المقدس هو حماية هذا الوطن والتفاني في الحفاظ على مقدراته وإنجازات شعبه العظيم، وأنكم التحقتم بهذا المعهد العريق لتتحملوا رسالة الأمن. نفتخر بكم كرجال من صنيع اليوم، سوف ترسخون بإخلاصكم وعطائكم حصناً منيعاً في مستقبل أمن مصر وأمان مواطنيها، كما ترك من سبقكم بطولات في مجد الأمس. احرصوا على الإخلاص في تنفيذ عهدكم، واعلموا أنكم الآن تمثلون ركائز لمستقبل وطنكم، فاعملوا على الارتقاء بقدراتكم واجعلوا من أدائكم عنواناً لقيم الانضباط والوفاء وقدوة لشباب أمتكم. السيد الرئيس، لقد استطعتم بفضل الله وإصرار الشعب وإرادته واصطفاف خلف قيادتكم الحكيمة العبور بمسيرة الوطن وبرنامجه الطموح للإصلاح الاقتصادي وتحقيق نتائج أبهرت العالم وحازت على تقديره واحترامه. ووسط تحديات دولية بالغة الصعوبة ومحيط إقليمي شديد الاضطراب لا تخفى مخاطره، شهد العالم على مدى ما تتمتع به مصر من استقرار أمني ساهم في نجاح تنظيم المؤتمرات والبطولات الدولية والإقليمية والتي رسخت الوجه الحضاري لمصر الكنانة ومكانتها بين الأمم. حفظ الله مصر وطناً عزيزاً أبياً، وحفظكم سيادة الرئيس رمزاً رفيعاً وقائداً وفياً تدافع عن قيم الحق والرفعة والولاء وتدعو للسلام والازدهار والنماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعبور الخريجين، كفان سلاح. السيد الرئيس، سيذكر التاريخ بكل الفخر والاعتزاز بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهتهم للإرهاب والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره، واتساقاً مع ما وجهتم به سيادتكم بحفل الخريجين بالعام الماضي، فإننا وفي هذه المناسبة نحيي بكل الإعزاز والتقدير شهداءنا الأبرار الذين قدموا حياتهم في معارك النضال الوطني وفي ملاحم العمل الأمني، ونحيي شهداء مصر على امتداد التاريخ، فتحية عسكرية واجبة لشهداء الوطن. ولنقف جميعاً إجلالاً لأرواح الشهداء. تعبور الخريجين، سلام الشهيد، سلام سلام.
طابور الخريجين كفن سلاح. يتفضل السادة الحضور بالجلوس الآن. طابور الخريجين جنبان سلاح. لقد استشهد العديد من رجال القوات المسلحة والشرطة في ساحات الشرف والنضال، وقدموا حياتهم دفاعاً عن الحق وحماية الوطن. ويقف اليوم في صفوف الخريجين وبين طلبة الكلية بعض أبناء هؤلاء الشهداء الذين أصروا على استكمال مسيرة آبائهم في حماية وطنهم، ليبزغ بهم فجر وليد يبدد الظلمة ويشع الضياء لوطن ينشد التقدم والنماء، مع كلمة نجلي شهيدي القوات المسلحة والشرطة وهما الطالب عمرو جمال محمد مهنة، الطالب بالسنة الدراسية الأولى، نجل الشهيد عقيد طيار جمال محمد مهنة الذي استشهد أثناء أداء الواجب في إحدى الطلعات الجوية، ملازم تحت الاختبار علاء عاطف فتح الإسلامبولي، نجل الشهيد عميد عاطف فتح الإسلامبولي مفتش مباحث جنوب الجيزة الذي استشهد إثر تبادل لإطلاق النار مع مجموعة مسلحة. تمام يا فندم. طالب عمرو جمال مهن، نجل الشهيد عقيد طيار جمال مهن، والدي كان طول عمره قدوتي وسندي في الدنيا ومصدر قوتي ومثلي الأعلى، كنت دايما بشوفه متفاني في عمله لأقصى درجة حتى لو كان على حساب رعايته لأسرته، ودراسته جوايا معنى تحمل المسؤولية والتضحية من أجل الوطن، والشعور ده زاد عقب استشهاده وحمل لي مسؤولية إكمال مسيرة ورسالة والدي في خدمة الوطن. تمام يا فندم. ملازم تحت الاختبار علاء عاطف فتح الإسلامبولي، نجل شهيد عميد عاطف فتح الإسلامبولي مفتش مباحث جنوب الجيزة، من يوم استشهاد والدي وانا اصريت ان ادخل كلية الشرطة مصنع الرجال لأكون امتداد لوالدي في استكمال مسيرته ومسيرة كل شهيد بطل ضحى بحياته من اجل الوطن، وانني لا اتحدث بصفتي نجل شهيد ولكن اتحدث باسم دفعة 2019 التي تعاهد سيادتكم بمواجهة كل نفسه المساسة بكرامة وأمن مصر، ومستعدين للتضحية بأرواحنا حتى آخر نفس وبدمائنا حتى آخر قطرة، رافعين شعار إما أن نعيش شرفاء فوق الأرض ونموت شهداء تحت الأرض. تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! سادة الحضور الأجلاء، ستبقى مصر أبد الدهر تذكر شهداءها في صفحات الخلود. وترجمة لهذا المعنى نستمع إلى أبناء أشجع وأطل مع كلمة كل الفاضلة دينا عاطف فتح الإسلامبولي، الطالب جامعة القاهرة، كريمة الشهيد عميد شرطة عاطف فتح الإسلامبولي، ملازم يوسف جمال مهنة، نجل الشهيد عقيد طيار جمال محمد مهنة. صباح الخير يا فندم. أنا دينا بنت الشهيد العميد عاطف الإسلامبولي مفتش مباحث جنوب الجيزة، بنت بطل من أبطال الشرطة المصرية الباسلة. يا فندم أنا قلت استشهد يوم 1/4/2015، أنا فاكرة اليوم ده كويس، عمري ما أنسى اللحظة اللي عرفت فيها أني أكمل حياتي من غير بابا، يعني خلاص مش هشوف بابا تاني، خلاص اتحرمت من أني أقول كلمة يا بابا تاني، لكن زي ما كان بابا وشرفني في حياته ساب لي أكبر وسام باستشهاده. أنا فخورة أني بنت شهيد، أنا بنت الشهيد، أنا بنت البطل. وبقول لكل بنت شهيد خليكي دايما فخورة،
مش مكسورة. الفراق صعب وما فيش حاجة تعوضنا عن حضن الأب، لكن إحنا كمان لازم نكون زيهم، نبني ونعلي في بلدنا ونربي ولادنا على حبها. ودلوقتي أنا واقفة قدام حضراتكم فرحانة، حقيقي أنا فرحانة بتخرج على أخويا اللي صمم يكمل مسيرة بابا ويدخل كلية الشرطة، وبعد اللي شفته النهاردة من عزم وإرادة ونظرات قوية وجبارة اتأكدت إن دم والدي ما راحش هدر، راح علشان كلنا نعيش مطمنين، وطول ما احنا شعب وشرطة وجيش متماسكين هنكمل المشوار، هنكمل المشوار وهنجني الثمار، ثمار الخير والأمن والأمان. تمام يا فندم. ملازم يوسف جمال مهنا، نجل الشهيد العقيد طيار جمال مهنا، أنا ابن بطل من أبطال القوات المسلحة الباسلة. أنا والدي كان قدوتي وكنت دايما فخور بيه، ولما عرفت إنه استشهد حزنت، لكن زاد جوايا شعور الفخر والاعتزاز، وصممت بعد استشهاده إن أدخل كلية الشرطة عشان أحارب زي والدي. ما إحنا شرطة وجيش لينا هدف واحد، إننا نكون حصن لبلدنا وتهون أرواحنا ولا حد يهدد أمن وأمان وطننا. وعشان كده اتخرجت من كلية الشرطة، وعشان كده أخويا دخل كلية الشرطة. يعني إحنا الاتنين ولادي الشهيد صممنا إننا نكون امتداد لمسيرة البطل الشهيد والدنا، ومن هنا بنقول للدنيا كلها هنعيش نكمل مسيرة الأبطال. الشهادة دي لينا أمنية بنتسابق كلنا ليها، ونقسم بالله، نقسم بالله إنه ما هيكون أبداً عايش فيك يا مصر لا خاين ولا خسيس ولا جبان طول ما احنا فينا حياة. الحفل الكريم. لو سمحت انتظر عشان هيسلم عليكم. الحفل الكريم. يبقى سجل الوطنية المصرية حافلاً بمواقف عظام ستكون دوماً مبعث مجد وفخار، ومن بين صفحات هذا السجل الذاخر ما سطره الملازم أول مازن محمد مصطفى الضابط بقطاع الأمن المركزي بشمال سيناء، الذي أصيب بنسبة عجز بلغت 50% بحستي السمع والبصر أثناء تواجده رفق زملائه بمأمورية تمشيط الطريق الدائري بالعريش. ويشرفنا اليوم الملازم أول مازن محمد مصطفى الجمال ليروي لنا تفاصيل تلك البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. ملازم أول مازن محمد مصطفى الجمال. أنا يا فندم اتشرفت إني شاركت في العملية الشاملة سينا 2018، وفي يوم 3/6 وفي شهر رمضان الكريم وقبل الفطار بساعة واحدة انفجرت فينا عبوة نسفة. ساعتها حسيت إني بين إيدين ربنا، واتمنيت والله الشهادة، ورغم شدة الانفجار
وأنا بنزف حاولت أستجمع قوتي عشان أطمن على زمايلي. اللي عرفت بعدها إن ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم بالشهادة، وهم أكيد دلوقتي في مكان أحسن مني. أنا بتكلم على الشهيد البطل النقيب محمود مجدي والشهيد البطل المجند تامر عبد الملاك. وأنا مش جاي النهاردة أقول لكم أنا اتصبت إزاي، أنا جاي أقول لشعب مصر العظيم، لأهلي وصحابي وجيراني ولكل واحد بيسمعني دلوقتي، لازم كلنا نكون إيد واحدة ونحافظ على البلد دي، إيد بتنتج وتشتغل. أنا اللي زيي كتير ضحوا وهيضحوا عشان كلنا نعيش في أمان، والأمن اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي دفع ثمنه أبطال كتير، منهم اللي ضحى بحياته، ومنهم اللي فقد جزء من جسمه، ومنهم اللي واقف على رجله لحد النهارده بيكمل المشوار، وكل همه إنه يصون تراب البلد دي، ودول برضه كتير. وكلمة جاية أقولها لزمايلي الخريجين، حافظوا على أمن بلدنا، كملوا بطولات الأجيال اللي سبقتنا، الوطن غالي وتونا عشانه كل التضحيات، الوطن غالي وتونا عشانه كل التضحيات. تمام يا فندم. السادة الحضور الكرام، في تلك المناسبة الجليلة يشرفنا بالحضور السيدة الفاضلة والدة الشهيد النقيب عمر إبراهيم القاضي، ذلك الفارس الجسور قائد كمين البطل 14 بشمال سيناء، الذي استشهد رفق مجموعة من الجنود الأطهار صبيحة يوم عيد الفطر المبارك عام 2019، اغتالتهم رصاصات الغدر من دعاة الجهل والدمار، فلقد ثبتوا ملبين نداء الواجب حتى فاضت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها تزفها الملائكة. وكانت آخر الكلمات التي رددها الشهيد أن نخبر والدته بأنه ظل في موقعه رجلا حتى الموت، وأوصانا برعايتها. واليوم صدق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على إطلاق اسم الشهيد البطل عمر القاضي على دفعة 2019 تخليداً لذكرى أشرف الرجال. طابور خريجي، كتان سلاح، سلام الوطن، سلام سلاح، تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية،
جمهورية مصر العربية.